تستكمل منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استضاف الضمك شقيقه نادي النصر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة. بداية المباراة شن النصر هجومه وكرة من مرابط إلى خالد الغنام الذي بدوره سددها تجاه المرمى، ولكن الحارس يتألق ويتصدى للكرة. ضمك في أول وصول لمرمى الضيوف وعبر عرضية من أنتوليتش تصل لبلغارينو الذي وضعها في الشباك، هدف أول لضمك. ضمك يواصل هجومه وتسديدة قوية مرت بسلام على مرمى النصر. عادت إلى أنتو باتجاه بوديسكو من مسافة بعيدة، ولكنها خطرة جدا من مسافة بعيدة. النصر يبحث عن هدف التعديل، وخالد الغنام بمهارة جميلة يدخل منطقة الجزاء ويسقط أرضا بعد إعاقة من المدافع، والحكم يعود لتقنية الفار ويحتسبها ركلة جزاء. تقدم لها سلطان الغنام، ومصطفى زغبا يواصل التألق ويتصدى لها ويمنع النصر من التسجيل. مع بداية الشوط الثاني النصر يبدأ هجومه عن طريق تسديدة من خالد الغنام، ولكنها في الشباك الجانبي للمرمى. مرابط يكرر الكرة لعبد الفتاح عسيري ويصوبها على يمين الحارس، هدف التعادل للنصر. نعم ممكن معها تعديل نتيجة للنصر عن طريق عبد الفتاح، عن طريق عبد الفتاح. فاول لمصلحة النصر يقف خلفه عبد الرحمن العبيد، يسدد كرة وتسكن الشباك، هدف التقدم للنصر. تقدم باليسرى، يا الله لعبة حريف وفنان ومبدع. ضمك وفي رد سريع برأسية من المهاجم زيلايا يعدل النتيجة لفريقه. لكن أوبا با 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 با. أي رد هذا؟ بخطأ من سلطان الغنام تصل الكرة لزيلايا، يمررها لبلغارينو ويسددها في شباك النصر، هدف ثالث لضمك. وبلغارينو أي غلطة يستغلها ضمك. مرابط يرسل كرة لفراس البركان أمام المرمى ويسددها عالية، مرت سليمة على مرمى ضمك. بدر منشي يعترض كرة ويتسبب بخطأ، والحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء. فارس الجنوب يرد على هجمات النصر وبرأسية كادت أن تضيف الهدف الرابع لولا تألق وليد عبد الله، لتحضر صافرة النهاية وينتهي اللقاء بانتصار ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. صعد بها فارس الجنوب للنقطة 27، وتوقف رصيد النصر عند 36 نقطة، وسيواجه ضمك في الجولة القادمة نادي الفتح، والنصر يستضيف الفيصلي.